صباح الخير زميلات إيمان، يعني أهلا بكم مرة ثانية من محافظة البحيرة وتحديدا من مركز أبو حمص من داخل مدرسة النخلة البحرية. يعني خليني أقول لك يعني أن عدد الدوائر الآن في محافظة البحيرة هو 9، وده طبعا بسبب أن في بعض المركز دمنهور يعني خرج بره المنافسه، وده طبعا بسبب ان في احد المرشحين كان عليه سابقه جنائيه وحكمت المحكمه ببطلان مركز وبندر دمنهور في مرحله العاده. خليني اقول لك يعني ان عدد المقاعد الان 23، عدد من يحق لهم التصويت الان في محافظه البحيره 2,927,000 نسمه، يعني عدد المرشحين 189. لاستفسار اكثر على ما يدور داخل اللجان ينضم الي الان السيد المستشار سيف البكري لتفاصيل اكثر على اللجان. سيد المستشار في البدايه ارحب بيه. اهلا بك. قل لنا يعني كيف دارت الانتخابات في هذه اللجنه؟ هي في المرحله الاولى دارت بصفه منتظمه، وكان العدد حوالي 903 من اجمالي 2950، وزي ما انت شايف معايا الوقت اللي هي العملية شغالة بانتظام، ونشوف على مدى الساعات القادمة الأعداد هتوصل لغاية فين. ادينا ممكن تدينا تفاصيل أكتر على اللجنة أو مركز دمنهور، يعني وليه توقف؟ وبالنسبة لمركز دمنهور كان في بالنسبة له مشكلة، إن كان مرشح اللي اسمه مبروك زعيتر كان عليه محبوس احتياطي ولم يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة بإدانته أو ببراءته، والمحبوس احتياطي له الحق إجراء الكشف الطبي، وعلى هذا الأساس تم إجراء الكشف الطبي وعقب صدور الحكم من محكمة جنايات دمنهور. تم صدوره في وقت لاحق، وكان تم طبع الأوراق العملية الانتخابية. ولكن على حسب معلوماتنا ان المرشح ده خد في الجوله الاولى 18,000 صوت، يعني ايه مصيرهم؟ هم مصيرهم البطلان، لان هيتم الاعاده من اول وجديد كانها لم تكن، فبالتالي هيتم اعادتها من اول وجديد بناء على حكم القضاء الاداري. هل حتى الان رصدتم اي خروقات او اي مخالفات؟ حتى الان لم يتم رصد اي مخالفات او انتهاكات العمليه الانتخابيه. يعني طب كيف ترى يعني نسبة المشاركة ونسبة الإقبال من لدى المواطنين هنا في محافظة البحيرة وتحديدا مركز أبو حمص؟ بالنسبة لمركز أبو حمص وخاصة المدرسة اللي احنا فيها اللي قرية مدرسة النخلة البحرية، الإقبال نقول فوق المتوسط، يعني بنسبة حوالي أكثر من الثلث. كيف ترى نسبة إقبال الشباب؟ هي نسبة إقبال الشباب ضئيلة في هذا المركز، يعني كبار السن هم أكتر من الشباب تواجدا في العملية الانتخابية بالنسبة لهذا المركز. يعني لو سألت حضرتك مثلا سيادة المستشار وقلت يعني إيه رأيك في بعض من يقوم بحملات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، ايه رأيك في حاجة زي كده؟ والله انا شايف اللي عملية مقاطعة العملية الانتخابية مش في صالح اي مرشح من المرشحين، او المقاطعة نفسها مش في صالح المرحلة اللي احنا فيها حاليا، لان ده هو ينزل المواطن يضلي بصوته وهو حر يختار المرشح اللي هو عايزه، لكن هيقاطع كده يبقى جت علينا بالسلب بصراحه، على البلد كلها بالسلب. سياده المستشار، يعني كان في المرحله الاولى يعني سمعنا ان بعض القضاء هددهم، وكانت فيهم رسائل، بعثت فيهم رسائل تهديد. هل الرسائل ديت او هل يعني هل اللي تسمعوه ده ممكن ياثر كده على بعض القضاء او لا؟ هذه الرسائل لن تؤثر على القضاء ولن تنال من عزيمتهم، واحنا اصلا في اي حته موجودين في الانتخابات بصفه عامه، لان ده يعني ده الشعب اللي طلب بعوده القضاه للاشراف على الانتخابات مره اخرى.
المستشار سيف البكري، أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. يعني كان زميلات إيمان، كان هذا لقاءنا مع المستشار سيف البكري رئيس اللجنة الفرعية هنا في مركز أبو حمص رقم 27. يعني وسوف أرصد إليكم لحظة بلحظة ما يدور وما يجري داخل الانتخابات البرلمانية هنا في مركز أبو حمص من محافظة البحيرة. إليك زميلات إيمان. شكرا.